نختم جولتنا مع أميرة الرأي لهذا اليوم بما كتبه حبيب باب الله في زاويته ألوان الطيف على صحيفة الجزيرة اليوم، والتي جاءت تحمل عنوان عذاب صرافات البنوك. يستعرض حبيب الله في مقدمة زاويته واقع الحال الذي يعيشه كبار السن والنساء والطلاب في صرافات البنوك بمدينة الحصحيصة لصرف رواتبهم. يصف الوقائع التي تحدث بأنها تجافي أبسط الحقوق الآدمية، ويشرح هذا الادعاء بقوله إن هؤلاء ينتظرون أخذ حقهم من هذه الصرافات كالمتسولين. يضيف الكاتب: صفوف الانتظار الطويلة أضاعت الوقت والجهد وتسببت في سقوط أعداد من كبار السن من النساء والرجال بسبب الإعياء من الانتظار الطويل منذ الصباح الباكر وحتى نهاية اليوم. يختم حبيب باب الله زاويته قائلا: يجب أن تزيد البنوك عدد الصرافات خاصة في المواقع ذات الكثافة السكانية العالية مع مراجعة هذه الصرافات لتكرار أعطالها، وإلا فارجعونا إلى الخزنة فهي أفضل وأكرم مما نحن فيه الآن، فخزنة محليتنا ولا صرافة بنوك الناس.